أهلا بحضراتكم من جديد. في الموجة دي هنتكلم عن الدور الكبير اللي بتقوم بيه وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة حياة كريمة والجهود اللي بتعمل عليها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المبادرة الرئاسية. لكن قبل ما نبدأ في الأول طبعا لازم أرحب بضيفتي في الاستوديو دكتورة إيمان حلمي معاون وزير التضامن للشؤون الاقتصادية والشمول المالي، منورانا وأهلا بك يا دكتورة. مساء الخير، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني في الأول عايزين نعرف من حضرتك أهم ملامح دور وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة حياة كريمة. هي وزارة التضامن الاجتماعي يعني بتقدم مجموعة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، الهدف الرئيسي منها هو الاستثمار في البشر وبناء الإنسان. والحقيقة ما بتكلم عن الإنسان فتدخلات الوزارة معنية بالإنسان من خلال دورة الحياة بشكل كامل. لو هنتكلم عن الأطفال في تدخلات خاصة بالطفولة المبكرة ويمكن حتى قبل الولادة، برامج زي الألف يوم الأولى اللي بتستهدف المرأة في أثناء فترة الحمل، وبنقدم تدخلات أخرى خاصة للأطفال المتسربين من التعليم، في جزء خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، في جزء خاص بالشباب والمرأة في سن العمل، وحتى بعد سن المعاش والمسنين بيتم استهدافهم بشكل عام في إطار المبادرة ببعض التدخلات الاجتماعية. طيب يبقى على ذكر التدخلات خلينا نتكلم فعلا عن يعني القطاع الخدمات المقدمة للأسرة والطفل. إيه اللي أنتوا بتقدموه فعلا للأسرة والطفل في البداية؟ احنا الحقيقة في البداية بنستهدف حوالي 3000 حضانة هيتم إنشائها وتطويرها في إطار مبادرة رئاسية حياة كريمة. ولما بنتكلم عن الحضانات فهي مش بس مكان بنقدر نقدم فيه خدمات لرعاية للأطفال من سن 0 لـ4 سنوات، ولكن أنا بتكلم على أن بيتم مراقبة التغذية، بيتم الاكتشاف المبكر للإعاقة، اكتشاف مبكر لصعوبات التعلم، بنعزز كمان من التحاق المرأة بسوق العمل لما بنقدر نوفر أماكن لرعاية الأطفال في الحضانات. فجزء كبير جدا من الخدمات اللي بنقدمها في إطار خدمات الأسرة والطفولة معنية بشكل رئيسي بالحضانات. يمكن برضو بنستهدف إنشاء فصول محو أمية، بنستهدف إنشاء حوالي 5000 أو 400 فصل محو أمية، في حوالي 1200 برضو مدرسة مجتمعية بنستهدف إنشائها مع الجمعيات الأهلية للأبناء أو الأطفال المتسربين من التعليم. فالحقيقة في جزء كبير جدا من خدمات الوزارة في إطار مبادرة حياة كريمة بيستهدف بشكل رئيسي الأسرة والطفل، طبعا بالإضافة لبعض الخدمات الأخرى. ممتاز. طيب لو اتكلمنا عن صحة المرأة الإنجابية، الخدمات إيه اللي بتقدموها لصحة المرأة لتنظيم الأسرة، خصوصا مع يعني اهتمام الرئيس الدائم بهذا الموضوع وتحذيراته المستمرة يعني من الزيادة السكانية، ويمكن آخرها كان امبارح. احنا برنامج 2 كفاية وهو احدى برامج الوزارة، هو متخصص في انشاء يعني بعض العيادات الخاصة بتنظيم الأسرة وإتاحة الخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية للمرأة. والحقيقة ان ده بيتم برضو بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لما بيكون في فجوة موجودة من عدم وجود وحدة صحية على سبيل المثال موجودة في القرية بتقدم الخدمات دي، بنقدر ان احنا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ننشئ العيادات الخاصة ببرنامج 2 كفاية. بنقدر ان احنا نقدم برضو زيارات توعوية خاصة بطرق الأبواب أو زيارات منزلية علشان نقدر نرفع وعي المرأة عن الصحة الإنجابية وعن مكافحة أو مجابهة الزيادة السكانية. طيب قولي لي فعلا يعني دوركم ايه في تقديم الاستشارات الاسريه للاسر الموجوده في الاماكن المستهدفه والقرى المستهدفه؟ ده جزء فعلا تاني من خدمات الاسره والطفوله اللي بتقدمها وزاره التضامن، وده بيتم عن طريق برنامج موده. بنقدر ان احنا نقدم استشارات اسريه، اعداد للمقبلين على الزواج بيتم تدريبهم، بيتم اتاحه القرى اللي فيها حياه كريمه كمان. فعلا بالقرى اللي موجوده في حياه كريمه والمحافظات المستهدفه بيكون في منصه موجوده كمان يقدروا ان هم يحصلوا فيها على التدريبات ويتم التفاعل معاهم، وبيتم تقديم خدمات أو استشارات أسرية مختلفة. كويس. مشكلة التسرب من التعليم هي مشكلة طبعا مزمنة، بتتعاملوا معها إزاي؟ الجهود اللي بتقوموا بيها في مواجهة المشكلة دي؟ زي ما ذكرت لحضرتك برضو احنا بننشئ مدارس مجتمعية، ده بيكون طبعا بالتنسيق مع الجامعات الأهلية، بيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم علشان نقدر نستهدف الأطفال المتسربين من التعليم. بيتم إنشاء مدارس ليهم بيلتحقوا بيها، بيقدروا ان هم بعد كده يكملوا التعليم بتاعهم بشكل رسمي. فبنقدر ان احنا نوفر لهم المدارس المجتمعية دي، بنقدم فيها خدمات مختلفة بالإضافة للتعليم، ممكن يكون في خدمات خاصة بالتغذية، خدمات أخرى ليهم خاصة ببعض الأنشطة اللي ممكن يقوموا بيها لدمجهم بعد كده في المنظومة التعليمية. وبتحسوا انه في استجابة من الأسر من الأطفال؟
طبعا بعد التوعية بالخدمات وبأهمية الخدمات دي، يعني لو هنتكلم حتى برضو ممكن من الناس كل حقيقة الحضانات مش بس بالنسبة للأطفال المتسربين، بس احنا بنشتغل على الجزء الخاص بالطلب وبرفع الوعي الخاص بالحضانات وإلحاق الأطفال في الحضانات وأهميتها وأهمية التربية الإيجابية والمزايا اللي ممكن تحصل عليها الأسرة لما بتلحق الطفل بالحضانات، أو لو هو متسرب من التعليم يلتحق بمدرسة مجتمع. فالحقيقة الجزء التوعوي هو من أهم مكونات وإطار برضو المبادرة حياة كريمة اللي بتقوم بيها الوزارة. زي ايه؟ يعني ايه المزايا او الحوافز اللي بتحاولوا من خلالها انكم تتعاملوا مع المشكلة دي؟ زي ما قلت حضرتك، في مثلا الجزء الخاص مش بس بالتعليم، او لو هو حضانه هو مش بس انا بقدر اقدم خدمات للتعلم، لكن بيكون في جزء تاني بقدر اكشف فيه عن اكتشاف صعوبات التعلم، لو في جزء خاص باكتشاف مبكر لذوي الاعاقه لو هنتكلم على حضانه، في جزء خاص بالتغذيه ومتابعه تغذيه الطفل اثناء التحقه سواء بالحضانه او بالمدرسه المجتمعيه. فبعض المزايا الاخرى اللي بنقدر نوعي بيها الاسره، وطبعا ده بالاضافه للعائد اللي هيكون موجود على تنميه الطفل في الفترة دي، أو لو هو التحق بالتعليم ويقدر ده يحسن من جودة فرصة العمل اللي هتكون متاحة ليه بعد كده لما بيكون إن هو التحق بالتعليم. ممتاز. إيه الخدمات صحيح اللي بتقدموها كمان لمتحدي الإعاقة؟ في عن الحقيقة جزء كبير من الخدمات اللي بنقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة بتتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، زي التأهيل ليهم، الاكتشاف المبكر للإعاقة، بنقدر إن إحنا كمان في حضانات للأطفال ذوي الإعاقة، بنقدر إن إحنا حاليا بنحصر الأسر اللي موجودة في القرى المستهدفة من حياة كريمة، بنقدر نعرف لو في أشخاص ذوي إعاقة موجودين، لو في بعض الإعاقات الحركية بتتطلب أطراف صناعية أو أجهزة تعويضية، بنقدر إن إحنا نستوفي البيانات الخاصة بالأفراد دي وبنقدر نسجلها بعد كده على منظومة الوزارة وقاعدة بيانات الوزارة الخاصة بتوفير بعض الأطراف الصناعية لهم. ممتاز. طيب عايز أروح لمحور آخر، وهو بقى التمكين الاقتصادي كمان للأشخاص المستفيدين يعني من مبادرة حياة كريمة. إزاي بيتم تمكينهم اقتصاديا؟ الوزارة هنا دورها بيكون إيه؟ الحقيقة أنه المحور التمكين الاقتصادي إحنا بنكمل بيه على التدخلات الاجتماعية، والهدف الرئيسي منه أن إحنا ندمج الأشخاص القادرين على العمل في إطار منظومة كاملة، وأن إحنا نقدر ننمي من قدرتهم الإنتاجية. فبيتم الحقيقة أن إحنا بنقدر ندرس القرى المستهدفة، بنقدر نعرف النشاط الاقتصادي الحالي اللي في القرية، الميزة النسبية اللي بتتميز بيها القرية دي من الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة، وبقدر أنفذ تدخلات خاصة بالقرية وفقا للنشاط الاقتصادي ودراسة السوق اللي بنقوم بيها. بنتم بقى تنفيذ عدة تدخلات، عندي جزء خاص بالمشروعات متناهية الصغر، في جزء خاص بمشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية، احنا بنستهدف حوالي 1400 وحدة إنتاجية يتم إنشائها في قرى حياة كريمة، في جزء خاص بإعداد الأسر المنتجة وتقديم بعض التدريبات الحرفية، وكمان توفير معارض ليهم وفرص لتسويق منتجاتهم زي معارض ديارنا التابعة لوزارة التضامن، فبنقدر إن احنا ندمجهم في القطاع الرسمي ونسوق كمان منتجاتهم. في الفترة اللي جاية هتشهد برضو تطور للمراكز التكوين المهني الخاصة بالوزارة، وإحنا بالفعل كمان أنشأنا حوالي 8 وحدات خاصة بالتدريب من أجل التوظيف في المحافظات المستهدفة من حياة كريمة، بنقدر نوفر خدمات غير مالية للمستفيدين، إن طبعا بالإضافة إن أنا بتعرف على مهارات الشخص وخبراته الحالية المهنية، بقدر أقدم له لو هو محتاج تدريبات في إدارة المشروعات، لو هو محتاج تدريبات على الشمول المالي أو محو الأمية الرقمية، لو بقدر إن أنا أوفر له كمان بالإضافة للتدخلات الاقتصادية المباشرة، في جزء خاص عندي بتعديل السلوك وده مهم جدا، رفع الوعي الاقتصادي. والحقيقة ان احنا كمان في اطار برنامج فرصة بنطلق قوافل التمكين الاقتصادي، ودي اطلقناها في الدقهلية والاسبوع اللي فات كنا في اسيوط، والفترة اللي جاية هتكون قوافل التمكين الاقتصادي بتجوب محافظات حياة كريمة كلها، هدفنا منها هو رفع الوعي الاقتصادي، تنفيذ جلسات تعديل السلوك علشان اقدر ان انا اعدل من سلوك الاشخاص القادرين على العمل وارفع الوعي باهمية العمل، وبنسلم فيها مشروعات وبنقدم خدمات اخرى غير مالية زي ما ذكرت. ممتاز. اثر ده إيه يعني على النهوض اجتماعيا بحياه المواطنين يا دكتوره ايمن؟ طبعا يعني زي ما قلت حضرتك، هو الجزء الاقتصادي بنقدر نكمل بيه الجزء الاجتماعي، فالاثر بيكون يمكن بيظهر على بس ان هو الاسره بيكون ليها مشروعات مدره للدخل، بتقدر ان هي تستقل اقتصاديا، بتقدر ان هي يكون ليها فرصه عمل متوفره او مشروع بيتم ادارته بشكل مستقل سواء هي امراه معيله او شاب قادر على العمل، فبيكون في جزء خاص برفع المهارات الخاصه بالاسره او بالشخص المستهدف، بالاضافه طبعا لان بيكون في فرصه عمل ليه بتكون مستدامة وبتكون إن هي بتدر دخل على الأسرة كلها مش بس على الفرد المستهدف من فرصة العمل. مشروعات زي إيه اللي أنتوا بتساهموا فيها وبتقدموها للمواطنين؟
في بعض المشروعات بتكون زراعية، في بعض المشروعات بتكون نقل أصول إنتاجية، ممكن تكون خاصة ببعض الصناعات الحرفية، ممكن جزء تاني يكون خاص بقطاع خدمي. فالحقيقة المشروعات بتتعدد جدا في كل الأنشطة الاقتصادية، لأني بدرس القرية زي ما قلت لحضرتك، بنقدر نعرف النشاط لو هو نشاط زراعي، لو أنا محتاجة بعض الأنشطة الزراعية والوحدات الإنتاجية ممكن تكون فيها جزء خاص بتكفيف الطماطم أو تكفيف الخضار أو الفاكهة، في جزء ممكن يكون خاص بجميع الأنشطة اللي ممكن تكون خاصة بالحاجات الزراعية، لو نقل أصل إنتاجي هو ممكن يكون محتاجه في جزء حرفي أو في جزء تاني زراعي. فالحقيقة بتتعدد الأنشطة وفقا للاحتياجات اللي موجودة في القرية وللأنشطة الاقتصادية. ممتاز. أنتوا بتقدموا استشارات فنية، مساعدات مادية، قروض؟ بيكون في جزء زي ما بقول لحضرتك، في الجزء الخاص بالتدخلات المباشره اللي هي بتكون مشروعات متناهيه الصغر او قروض، ساعات بنقل اصل انتاجي، بيكون الاسره بس عند حد شخص عنده حرفه موجوده بالفعل وهو محتاج اصل انتاجي يقدر يشتغل بيه، في جزء تاني خاص بان هو بيحتاج تدريبات في مراكز التكوين المهني، بنقدر ان احنا نوفر له تدريبات على بعض الحرف اللي هو محتاجها، في جزء تاني ممكن يكون محتاج انشطه زي اداره المشروع، انا عشان اقدر اضمن انه ما يتعثرش في اداره المشروع بقدر اكون في متابعه وتقييم ورصد دائم للتدخلات الاقتصاديه اللي انا بقوم بيها، وبقدر ان انا اتابعه وقبل ما حتى يكون بياخد القرض او بيبدا في المشروع بقدر انمي مهاراته علشان يكون قائم على المشروع بشكل متكامل. ممتاز. عايزه اروح لمحور تاني مهم هو التوعيه المجتمعيه. ازاي بتقوم الوزاره بمحاربه السلوكيات والافكار والمعتقدات الخاطئه اللي بتعوق الحقيقه هذه الجهود اللي بتقوموا بيها لتحسين معيشه المواطن؟ الوزارة من ضمن البرامج الخاصة بالوزارة هي برضو برنامج وعي، وده الحقيقة برنامج توعوي عنده منهج متكامل من حوالي 12 رسالة بتهدف ان احنا نكون قيم واتجاهات وسلوكيات إيجابية في المجتمع وفي الريف المصري. في جزء خاص برسائل توعوية خاصة بالتمكين الاقتصادي، بالهجرة غير الشرعية، مكافحة المخدرات أو التعاطي، في جزء خاص بصحة المرأة والأسرة، الزواج المبكر، ختان الإناث. فالحقيقة في منهج متكامل من كل الرسائل اللي ممكن تكون الأسرة المصرية محتاجة ان هي يتم توعيتها بشكل كامل بيها، بنقدر ان احنا عن طريق الرائدات الاجتماعيات، احنا بنستهدف حوالي 20,000 رائدة اجتماعية تقوم بالتنفيذ بعض الأنشطة التوعوية على الأرض في جميع القرى المستهدفة من حياة كريمة، بنقدر ان احنا ننفذ فعاليات مختلفة توعية طبعا بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، واحنا بدأنا بالفعل في 4 محافظات في الوجه القبلي ان احنا نبدأ بالمرحلة التمهيدية من إطلاق الحملات التوعوية. ازاي بتقوموا بتصحيح هذه المفاهيم؟ ازاي بتقدروا انكم يعني تساهموا في تكوين قيم مجتمعية جديدة تساهم فعلا في تحسين جودة الحياة للمواطن؟ الحين بيكون في فعاليات مختلفة، بعضها بيكون عن طريق حوار مجتمعي، عن طريق ندوات توعية، عن طريق زيارات منزلية من خلال الرائدات الاجتماعات زي ما ذكرت لحضرتك، وبيتم كمان متابعة الأسرة. يعني وزارة التضامن الاجتماعي طبعا من قاعدة بيانات المستفيدين بنقدر ان احنا نتوسع فيها، بنقدر ان احنا نقيس التغيير اللي حصل في الاتجاهات وفي السلوكيات وفي التوعية الخاصة بالأسرة المصرية بالنسبة للموضوعات المطروحة، بيتم استخدام التواصل وسائل التواصل الاجتماعي. فالحقيقة بيكون بنستخدم كل يعني الفعاليات وكل ادوات التواصل اللي بنقدر نتواصل بيها مع الاسره المصريه على الارض، ونقدر ان احنا نوعي بالرسائل المختلفه الخاصه ببرنامج وعي زي ما ذكرتها، وفي نفس الوقت بنقدر ان احنا نرصد كمان التغيير المجتمعي اللي حصل عن طريق البحوث الميدانيه اللي بتتم من وزاره التضامن الاجتماعي. ازاي بتقيسوا وبتقيموا مدى نجاح الوزاره في تغيير هذه المفاهيم؟ بتعرفوا ازاي انه ده يعني ليه أثر إيجابي على المواطنين ومفاهيمهم؟ طبعا الهدف هو التغيير في السلوكيات وتعزيز السلوكيات الايجابيه، فعن طريق ان انا بقدر ارصد التغير اللي حصل في الاسره في السلوكيات. يعني لو احنا هنتكلم ان احنا معانا حوالي 20,000 رائده بنستهدفها في التنفيذ لبعض التفاعليات التوعويه، بنقدر ان كل رائده تكون مسؤوله عن حوالي 200 اسره، بتقدر ان هي تتابعهم وترصد التغير اللي حصل في سلوكياتهم وفي اتجاهاتهم تجاه بعض يمكن القضايا زي ختان الاناث، زي الزواج المبكر، زي الهجرة غير الشرعية، المخدرات. فبنقدر ان احنا نرصد ده على مدار فترة زمنية، وبنقدر ان احنا نقيم التغيير اللي حصل، وبنربط ده كمان بالخدمات بحيث ان انا بقدر احيل الاسرة لو هي محتاجة خدمات صحة انجابية، بقدر ان انا اقول لها ان في عيادات 2 كفاية، في هنا بيتم توفير الخدمات اللازمة للصحة الانجابية، وبنقدر ان انا نرصد التغير اللي حصل في سلوكيات. ممتاز. طب انا عايزة اسأل حضرتك كمان على يعني ايه التغيير اللي لاحظتوه من تقليل
تقليل مظاهر سلبية زي مثلا الهجرة غير الشرعية، أثر هذه الجهود كان إيه؟ الحقيقة أن طبعا الهجرة غير الشرعية كانت من ضمن المشكلات الفترة اللي فاتت، كانت بوزارة التضامن الاجتماعي بتعمل على مكافحتها، وده كان بيتم بالتنسيق مع جهات مختلفة وعن طريق أن احنا كمان بنستهدف الشباب بالذات اللي بيقوم بالهجرة غير الشرعية، بنقدر أن احنا نعمل توعية، بنقدر أن احنا نقدم خدمات استباقية ليهم لو هم محتاجين تدريب من أجل التوظيف أو فرص عمل يقدروا أن هم يجدوها في سوق العمل المصري. بيتم التوعية بوسائل التانية الشرعية اللي ممكن عن طريقها ان هم يجدوا فرص عمل مختلفة. ممتاز، انا هستأذنك هنروح لفاصل دكتورة ايمان حلمي ونرجع تاني نكمل معانا دكتورة ايمان حلمي معاون وزير التضامن للشؤون الاقتصادية والشمول المالي. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك، استنونا. مرة تانية نرجع لدكتورة إيمان حلمي معاون وزير التضامن للشؤون الاقتصادية والشمول المالي، أهلا بيكي مرة تانية دكتورة إيمان. قولي لي صحيح المواطنين بيتعاملوا إزاي مع المبادرة، مبادرة حياة كريمة، مدى استجابتهم كمان للجهود من أجل تحسين حياتهم؟ الحقيقه ان احنا بنرصد وبنتابع بشكل دوري رضا المواطنين عن التدخلات، بنقدر نقيم التدخلات دي، بنقيس الرضا بتاعهم، بنشوف لو في اي بعض الاراء المختلفه الخاصه بتدخلاتنا. في باحثين موجودين تابعين لوزاره التضامن الاجتماعي موجودين على الارض، هدفهم حصر احتياجات الاسر، فبنقدر عن طريقهم عن طريق الوحدات الاجتماعيه ان احنا نقدر نعرف كل الاراء والحوار المجتمعي طبعا اللي بنقيمه مع الاسر، ان احنا نقدر نعرف اراء المختلفه الخاصه تدخلات المبادرة. بتسمعوا ليهم؟ بيبقى في حديث معاهم؟ ايه أبرز الآراء اللي سمعتوها منهم؟ يعني هل بيقولوا لكم مثلا حسب القرية وحسب المكان احتياجاتهم ايه، بيتم اخذ ده في الاعتبار اثناء التدخلات؟ بالفعل احنا خاصه بالتمكين الاقتصادي على سبيل المثال بنقدر ان احنا نستمع لاراهم الخاصه بفرص العمل اللي هم محتاجينها، ايه ابرز المشروعات اللي ممكن تكون ملائمه ليهم ولظروف المعيشه الخاصه في الاسره. بنقدر مثلا في محور سكن كريم، وهو الحقيقه احدى المكونات الرئيسيه الخاصه بالمبادره حياه كريمه، فبنقدر ان احنا نقدر عن طريق حصر الاسر المستحقه لسكن كريم ان احنا نعرف اراءهم الخاصه باعاده تاهيل المنزل أو برفع كفاءة المنزل الخاص بهم. حلو، طيب يبقى خلينا نتكلم على ذكر بقى سكن كريم. كلمينا عن فلسفة يعني أيضا هذا المشروع سكن كريم، إيه الهدف من وراه؟ إزاي بيتم التعامل مع المواطنين في القرى الأكثر احتياجا؟ الحقيقه ان مكون سكن كريم يمكن كان موجود في المرحله التمهيديه الاولى من حياه كريمه اللي بدات من 2019، وكانت وزاره التضامن الاجتماعي بالشراكه مع الجمعيات الاهليه معنيه بمكون سكن كريم، وكان الهدف هو رفع كفاءه المنازل او اعاده بناء بعض الاسقف اللي موجوده في المنازل. ولكن تم التوسع في المبادره او في الجزء المكون الخاص في سكن كريم في اطار المشروع القومي لتنميه الريف المصري. احنا بنتكلم على حوالي 130 أسرة مستهدفة من سكن كريم، في جزء خاص بإعادة تأهيل المنزل، في جزء خاص بهدم وإعادة بنى للمنزل لو في احتياج ليه. فطبعا يعني يمكن المكون بقى بشكل عام وأشمل موجود في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وزارة التضامن احنا ابتدينا نحصر الأسر المستحقة وانتهينا من حصرها بشكل رئيسي طبقا لبعض المعايير الهندسية الخاصة بالمنزل، وكمان طبقنا بعض المعايير الخاصة بالظروف الاقتصادية أو الاجتماعية للأسرة. فالحقيقة ده ممكن مكون هيتم برضو في الإطار المبادرة، وهو من المكونات اللي هيكون ليها أثر إيجابي على جودة الحياة وجودة المعيشة المواطن في حياته اليومية، إن هو حاسس إن منزله والمكان اللي بيقضي فيه وقت طويل جدا من يومه تم رفع كفاءته. قولي لي ردود أفعالهم إيه؟ يعني وأنتوا بتقوموا بالتدخلات من ضمن مشروع سكن كريم، قولي لي رد فعل المواطنين بيكون إيه؟ الرد فعلي بيكون طبعا ايجابي، لانه حضرتك بتكون في زي ما قلت المنزل يمكن المكان اللي هم بيقضوا فيه وقت طويل جدا، بيحسوا فيه قد ايه لو السقف كان مثلا في الشتاء او في بعض الظروف المناخيه اللي بتكون مش مناسبه ليهم، احساسهم بان المنزل تم تاهيله او رفع كفاءته بيكون في رد فعل ايجابي فعلا. حتى اثناء حصر الاسر المستحقه بيكون في تفاعل مع الباحثين، بيكون في نسبه كبيره جدا من الاسر عايزه تعرف اكتر كمان عن المبادره، مش بس عن سكن كريم بس، عايزه تعرف بقيه التدخلات اللي ممكن تتم في اطار المبادره علشان تقدر ان هي تقدم عليها او تستفيد من الخدمات المختلفه اللي وزاره التضامن بتقدمها. نوع التدخلات ايه بتكون في السكن؟ يعني هل بيبقى
بناء البيت من اول وجديد، ولا بنشوف ايه اللي ناقصه ونعمله؟ اذا كان سقف، اذا كان صرف صحي، بتتدخلوا ازاي؟ في جزء خاص بهدم واعاده بناء، وفي جزء خاص برفع كفاءه للمنزل حسب التقييم المعايير الهندسيه. يعني زي ما قلت لحضرتك، احنا بنتم حصر الاسره او المنزل وفقا لبعض المعايير الهندسيه، بيكون في زي تقرير او استماره بتكون بنتم ان احنا استيفائها علشان اقدر ان انا اعرف مساحه المنزل، اقدر اعرف حالته الانشائيه عامله ازاي، وبناء عليها بيتم تنفيذ التدخل كل حاله وفقا يعني المعايير بتاعتها مختلفه. قولي لي ده اثره ايه على حياه المواطن؟ يعني فكره سكن كريم بيأثر عليه ازاي في باقي مناحي الحياه؟ طبعا هو بيأثر عليه بشكل يومي، بيأثر على قدرته كمان على ان هو زي ما قلت لحضرتك مثلا في بعض الظروف المناخيه او في بعض الاسر اللي كانت بتتضرر وقت الشتاء، او بعض الظروف اللي بتحصل بتخلي ان الاسره مش قادره حتى ان هي تقوم بدورها بشكل رئيسي. ممكن بعض الافراد مثلا كانوا بيقولوا لنا ان هم لما بيتعرضوا لحاجه زي كده ممكن قدرتهم حتى على العمل بتقل، او بيحصل زي صدمه للاسره كلها او ازمه بيتعرضوا لها. فالحقيقه انه تحسين جوده الحياه ويمكن السكن أو وصول بعض الخدمات للمسكن، دي من أهم المعايير اللي لو هنتكلم على الفقر متعدد الأبعاد بيتم إدراج معيار السكن والخدمات المتوفرة داخل السكن، سواء وصلة مياه أو صرف صحي أو كهرباء، من ضمن المعايير المختلفة اللي بنقدر نقيم بيها الفقر متعدد الأبعاد. قولي لي التعاون إزاي بيتم مع منظمات المجتمع المدني؟ تقول لنا إيه على الدور اللي بيقوموا بيه معاكم يعني ضمن مبادرة حياة كريمة؟ احنا الحقيقه كل التدخلات اللي انا ذكرتها لحضرتك بتتم بالتعاون مع المجتمع المدني ومع الجمعيات الاهليه. لو هنتكلم عن الحضانات، لو هنتكلم عن عيادات اتنين كفايه، لو هنتكلم عن تدخلات التمكين الاقتصادي او التوعيه. فالحقيقه ان احنا يمكن في المرحله الاولى كنا وزاره التضامن كانت فيها شراكه ما بينها وما بين حوالي 23 جمعيه اهليه. حاليا بيتم التوسع في قاعده الشراكه مع الجمعيات الاهليه وفقا للتخصصات المختلفه، بمعنى ان انا بشوف الجمعيات المتميزة في بعض الأنشطة، لو هي خدمات لذوي الإعاقة، لو هي حضانات، لو هي تمكين اقتصادي، وبقدر وفقا للجمعيات المتميزة في الأنشطة دي وحسب التخصصات نقدر ان احنا نعمل شراكات مختلفة ونبني شراكات مختلفة مع الجمعيات الأهلية. عدد المستفيدين يعني هل تم حصره في قرى حياة كريمة؟ الحقيقه التدخلات المختلفه يعني يمكن ليها اعداد مستفيدين مختلفين. لو هنتكلم عن التمكين الاقتصادي فانا بستهدف بالنسبه للمشروعات متناهيه الصغر حوالي 100,000 مشروع، عندي 1400 وحده انتاجيه، عندي جزء كبير جدا خاص من الحضانات اللي بستهدف فيها الاطفال من سن 0 ل 4 حوالي 3000 حضانه. فيمكن كل تدخل من التدخلات ليه اعداد مستفيدين. بالنسبه لعيادات 2 كفايه بستهدف حوالي 1,000,000 سيده. فالحقيقه ان كل التدخلات هي مختلفه جدا، وزي ما ذكرت حضرتك هي دوره الحياه مختلفة. أنا ببدأ من الأطفال، مستفيدين للأطفال، متسربين من التعليم، أشخاص ذوي إعاقة، أشخاص قادرين على العمل، فالمستفيدين الأسرة المصرية كلها. طيب عايز أتكلم على المتطوعين. يعني إحنا بنشوف كده أثناء الفيديوهات اللي بيجينا أنه بيبقى فيه متطوعين معاكم، كلميني عن المتطوعين دول، بيتطوعوا إزاي؟ هل في القرى بيبقوا من أهل القرى اللي بيبقى فيها تدخلات خاصة بالمبادرة، ولا مين هم المتطوعين؟ المتطوعين الحقيقة طبعاً ده يعني في إطار الشراكة مع الجمعيات الأهلية، دور المتطوع بيكون بيلعب دور رئيسي معانا في تنفيذ التدخلات. يمكن لو هذكر لحضرتك مثال على التمكين الاقتصادي، فإحنا كوننا شبكة من المتطوعين أطلقنا عليها اسم متطوعين التمكين الاقتصادي، ودي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية بنستهدف إن يكون في حوالي 200 متطوع في المحافظات المختلفة من حياة كريمة بيقوموا بتنفيذ التدخلات المختلفة. لو هتكلم على زيارات للأسر، لو هتكلم على متابعة ورصد للتدخلات وأثرها على الأسرة، لو هنتكلم على جلسات تعديل السلوك اللي بيتم دعوة المستفيدين ليها قبل ما بننفذ تدخلات التمكين الاقتصادي. فالمتطوع بشكل رئيسي في كل القضايا وبالذات في القضايا التوعوية ومن الشباب طبعا ومكافحة المخدرات والإدمان، فبيتم يعني الاستفادة من المتطوعين وبيلعبوا دور رئيسي معانا في إطار الشراكة مع الجمعيات الأهلية المختلفة. ممتاز. عايز أتكلم عن تطوير وحدات التضامن الاجتماعي في القرى المستهدفة. وصلت لغاية فين وإحنا شغالين فيها إزاي؟ طبيعة التطوير ده بتبقى عاملة إزاي؟ هي التطوير الحقيقه طبعا زي ما حضرتك عارفه هو وحدات التضامن الاجتماعي يمكن بتقدم خدمات بتمس جميع المواطنين، وعلى مستوى القريه بنقدر ان احنا نقدم خدمات معاشات، خدمات تكافل وكرامه، الدعم النقدي، الملفات التامينيه، لو هم هيقدموا على خدمات اخرى خاصه بالتمكين الاقتصادي. فيمكن الوحدات الاجتماعيه في اطار مبادره حياه كريمه احنا بنستهدف تطوير الخدمات الخاصه بيها. بعض الوحدات بيتم ميكانتها،
بنقيم حاليا الحاله الخاصه بكل يمكن الوحدات الاجتماعيه، بعضها ممكن تكون الحاله الانشائيه بتستدعي ان يتم نقل الوحده الاجتماعيه، او بعض الاماكن بتحتاج رفع كفاءه بسيط، فهنا احنا بنقيم وضع كل وحده اجتماعيه وبنقدر ان احنا نقدم فيها الخدمات بشكل افضل وشكل مميكن، وبكده بيتم في اطار المبادره حياه كريمه في جميع المحافظات والقرى المستهدفه. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره ايمان حلمي معاون وزير التضامن للشؤون الاقتصاديه والشمول المالي، شرفتينا. ميرسي، شكرا لحضرتك. وهنروح لفاصل، وبعد الفاصل موجتنا الثانيه، استنونا.